اليوم في خرجة ميدانية إلى بلدية وهران وكذلك بلدية بيرجير، فقدنا يعني تقريبا ثلاث مشاريع يعني من المشاريع الهامة على مستوى الولاية. أول مشروع اللي شفناه هو إعادة الاعتبار إلى طريق الميناء والطريق القديم المؤدي للميناء. هذا الطريق هذا اللي يعني فيه إشغال تاع تهيئة إن شاء الله، وإعادة الاعتبار إلى هذا المحور المروري الهام. واليوم يعني تقريبا بعد اسبوع من تنصيب المقاوله شفنا بلي باش الاشغال انطلقت فعليا، وتلقينا شروحات الكافيه من طرف مكتب الدراسات اللي قام باشغال اعاده الاعتبار والتهيئه نتاع هذا المحور المنطقه النقطه الثانيه اللي كانت وهي المعهد الوطني للبحث في السرطان. دونك الكل يعلم بلي باش هذا المشروع الضخم، هذا المشروع الضخم والمشروع العملاق والهام، هو مشروع يعني اللي نعطيوه اهميه خاصه نحن كسلطات محليه منذ تنصيبنا على راس هذه الولايه هذه. اليوم هذا المشروع هذا اللي هو في حقيقه الامر يعني معهد نتاع البحث في امراض السرطان، وكذلك فهو مستشفى ب 120 سرير يقوم يعني بتقديم كذلك يعني كل ما يتطلبه مصابين بهذا المرض، عافانا وعافاكم الله ان شاء الله وعافى كل المؤمنين والمؤمنات. فنقول باللي باش بالنسبه لنسبه التقدم الاشغالي حوالي 72%، هذا نريد ان نستلم هذا المستشفى هذا وهذا كذلك المعهد الذي هو الوحيد على المستوى الوطني في اقرب الاجل، نظرا للاهميه نتاعو في ما يخص يعني مرضى السرطان. قمنا كذلك باعطاء التعليمات من اجل تنصيب لجنه، هذه اللجنه هذه يكون فيها يعني سونال غاز ويكون فيها كذلك ليبيك دو ولايه ارميسو مع كذلك مكتب دراسات المشرف على المتابعه وكذلك المقاولين وحتى الدي اس بي بصفته يعني صاحب المشروع. واكدنا كذلك على الانطلاق الفعلي في اشغال التهيئه الخارجيه خاصه النقطة الثالثة كذلك، وهو المشروع الذي انتظره الوهرانيين والوهرانويات سنوات وسنوات، وكان مطلب يعني كل وهراني وكل وهرانية، وهو هذا النفق السفلي نتاع لابيبينيير. هذا المشروع هذا اليوم أصبح حقيقة، الانطلاق نتاع الأشغال يعني راح يكون خلال الأيام القليلة القادمة. أعطينا كذلك تعليمات من أجل كذلك تحيين أو القيام بإنجاز يعني أن بلون سيركيلاسيون. هذا لو بلون دو سيركيلاسيون هذو اللي رايحين يعني نطرحوه للمواطنين حتى يتعرفوا عنه على الاقل مده اسبوع عن طريق كل وسائل نتاع الاعلام بما فيهم يعني الاعلام المكتوب والاعلام المرئي، وكذلك يعني انتم كصحفيين اولى لكم كثير في مثل هكذا يعني مناسبات. هذا المشروع هذا نقول باللي باش رايح يعني يخفف بالحركه بان الانتهاء نتاعو يخفف وبالحركه نتاع المرور على مستوى هذه المنطقه الحساسه متواجده على الطريق الوطني رقم 11 اللي يربط ولايه مستغانم بولايه وهران. ونقول باللي باش يعني اليوم وهران بفضل كذلك انجاز الطريق الاجتنابي نتاع الميناء تم يعني التخلص من تقريبا 1800 شاحنه اللي كانت تعبر المدينه، وهذا جعل يعني حركه المرور فيها اريحيه اكثر. انجاز هذا النفق كذلك راح يزيد يخفف اكثر من هذا الوضعيه، وكذلك الاستعمال كذلك تاع المواصلات يعني العامه كتراموي دورون. ظن باللي باش يعني ان شاء الله ربي يكرمنا السنه القادمه وتكون في عمليه تاع توسعه ويكون في كذلك استعمال اكثر من طرف المواطنين والمواطنات والتخلي عن استعمال السيارات. فنظن باللي باش هذه الامور هذه كلها ستحسن لا محاله من يعني سيوله حركه المرور على مستوى الولايه. في كذلك يعني اليوم قلنا باللي باش ان شاء الله هذه الامسيه في الاكزيكوتيف رايحين نشرف على تنصيب لجنه ولائيه كذلك. هذه اللجنه الولائيه هذه رايحه تدرس الامكانيه كذلك في بعض المناطق، اقول بعض المناطق وليس كل وهران، لانه في بعض المناطق يعني صعب جدا اننا نستطيع ان نحدد مسار خاص بالحافلات، ولكن يعني في بعض المناطق نستطيع ان نحدد مسار خاص للحافلات حتى يتجنبوا يعني الحركه والضغط نتاع المرور ويكون يعني السير في العافله بسهوله عبر هذه المسالك هذه المخصصه لها. وهذا الهدف نتاعو هو تشجيع المواطنين لاستعمال الحافلات بدل استعمال السيارات الشخصيه نتاعهم.